اودي نزلت الاي4 والاي5 سبورت باك بالفيس ليفت، طبعا فيس ليفت، فوانيس جديده، اكسدام جديد، شبكه جديده، خلى العربيه طبعا شكلها احلى من الموديل اللي قبلها. لكن انا لفت انتباهي حاجه اقوى من الفيس ليفت شويه، وهي السعر اللي مكتوب جنب الاودي الاي 5 سبورت باك، لقيت مكتوب جنبها 410,000 جنيه. انا دايما متعود ان العربيه الاودي الاي 5 سبورت باك بيبقى سعرها 580,000 جنيه، وده طبعا بيخليها دايما بيخليني افكر في العربيه ان هي في كاتيجوري في السوق ملوش كومبيتيتور صريح او ملوش منافس صريح، لان العربيه سعرها عالي شويه بسبب طبعا ان هي 2000 سي سي وتوربو والجمارك والشغل الشيك بتاع مصر ده. لكن في المعرض السنه دي اودي منزلين عربيه بموتور ال 1.8 توربو بتاع الاودي الاي 4، وده نزل سعرها خالص بقت تو كاتيجوريز 395,000 جنيه الكاتيجوري الاولاني، والكاتيجوري الثاني 410,000 جنيه. وانا من وجهه نظري السعر ده فيري كومبيتيتيف، منافس جدا للعربيات اللي زي ال 3 سيريز والسي كلاس، ومنافس حتى للعربيه الاودي الاي 4 اللي هي بتتعمل وبتتباع تحت نفس السقف اللي بتتباع عليه العربيه دي. انا متاكد ان العربيه دي هتاخد مبيعات جامده جدا، لو مش من ال 3 سيريز والسي كلاس هتبقى حتى من الاي 4 اللي هي بتتباع تحت نفس السقف وجوه نفس الشركه. لسه قبل ما نمشي من الجناح بتاع اودي وببص بصه اخيره كده على العربيات قبل ما امشي، لاحظت ان حسيت ان في حاجه وقعت مني. ببص على الاودي الاي 1 دي حسيت ان في حاجه مختلفه، فركزت اكتر لقيت ان هي اودي A1 سبورت باك. انا ما كنتش اعرف ان اودي هينزلوا الاي 1 سبورت باك في المعرض ده، الحقيقه كانت مفاجاه ظريفه جدا. العربيه الاي 1 سبورت باك الفرق ما بينها وما بين الاي 1 العاديه ان الاي 1 2 دورز كوبيه والسبورت باك 4 دورز، ودي طبعا هتخلي العربيه براكتيكال اكتر ويبقى عليها طلب اعلى من الاودي الاي 1 العاديه. الاودي الاي 1 هي بالظبط نفس الاي 1 سبورت باك، نفس الموتور نازله، نفس الانتيرير، نفس كل حاجه. طبعا الشاسيه بتاعها ستريتشد اكتر، ففي مساحه جوه اكتر للقعاد طبعا مع البابين اللي ورا، فبقت العربيه براكتيكال ازيد شويه، بس هي نفس العربيه. بس الفرق في السعر الحقيقه كبير شويه من اللي انا توقعته. هي الاي 1 ب 200,000 جنيه، الاي 1 سبورت باك ب 270,000 جنيه. هل بابين زياده يستاهلوا 70,000 جنيه؟ ما تهيأليش.